أسعد الله أوقاتكم أحبائي الكرام، حلقة جديدة من برنامج سفرتنا معكم إيهاب بن رجب. اليوم إن شاء الله حنقدم لكم وصفتين حيكون مميزين جدا خصوصا على مطبخنا الليبي، وحيكون أيضا فيهم تكنيك جديد في الطعم وفي النكهات. والأحسن من هيك طبعا أنا مركز الفترة هي على الوصفات اللايت أو الأقل سعرات، فحتكون الوصفة هي خلينا نقول لايت وما فيها سعرات هلبة وفي نفس الوقت مفيدة جدا. يعني طبعا تشكيلة واسعة من الخضار، يعني حتكون وصفة فيها نسبة كبيرة من الألياف وكذلك البروتين. حنتعرفوا مع بعض على الوصفة الأولى، حتكون عندي الرز الكوري اللايت، أما الوصفة الثانية حتكون عندي بارفيه الشوفان اللي هو طبعا نوع من الحلويات أيضا حيكون لايت. حنتعرفوا مع بعض على مكونات الوصفة الأولى ونرجع لكم عشان تطبقوا الوصفة مع بعضنا. الأرز الكوري اللايت نحتاج إلى 1 كوب من رز البسمتي، نحتاج إلى 200 جرام من صدر الدجاج، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من العسل، ربع كوب صويا صوص، 1 قرن فلفل حار، 1 عود بصل أخضر، 1 حبة من الكوسة، فلفل ألوان، 1 كوب من الملفوف، 1 كوب من البروكلي، 1 رأس صغير من الزنجبيل، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة كبيرة من تشي، 2 حبة من بياض البيض، رشة فلفل أسود وبصل بودرة حوالي ملعقة صغيرة. طبعا هذه هي المكونات اللي عندي. ممكن في شوية مكونات ممكن تستغربوها زي مثلا جوز الهند أو زيت جوز الهند هو حنتكلم عليه. أول شيء الحلو في الموضوع أن الوصفة هي أن أنا أخذت الوصفة الأصلية ولكن غيرت فيها حتى تتماشى مع ذوقنا احنا وتتماشى مع عائلتنا ومع مطبخنا. طبعا المكونات انا عندي هنا جوز الهند وخليت البراند بتاعه وخليت شكله لانه متوفر في ليبيا بكثره جدا عند السوبر ماركات الكبيره في قسم اللايت او قسم الدايت، وكذلك في محلات الخاصه بالرجيم حتلقوا عندهم زيت جوز الهند للاكل. انتبهوا لان في انواع من زيت جوز الهند، ممكن تكون للشعر، ممكن تكون زيت جوز الهند للبشره، زيت جوز الهند مثلا علاجات او المساجات وغيرها وغيرها، لكن الزيت جوز الهند للطبخ هذا نوع بروحه. طبعا يتماشى في الحلويات، يتماشى في الاطباق الحاره الساخنه، وسعراته شويه وفي نسبه فوائد عاليه. طبعا لما نفتحه زيت جوز الهند، جت الكاميرا تصور لي، لو نفتحه زيت جوز الهند حنلقوه بهذا الشكل، وريحته يعني عاطي على جوز الهند لكن خفيفه شويه، يعني لما نطيبه مش حتطلع ابدا نكهه جوز الهند نهائيا، وهذا معتمد جدا في المطبخ الشرق الآسيا. ولو أهم شيء لما نقلبوها هنا حنشوفوا إنه مكتوب علينا مثلا يجي في الفرن، يعني يتحمل الحرارة ويخش طبعا في القلي كذلك لو بنقلبيه، ويخش مثلا في الكوكي اللي هو في الطبخ ولكن ما يخشش في السلايد، يعني إن هذا الجوز الهند لازم يتعرض لحرارة ممكن هكي مع تعقلية بسيطة بس نقدر نستهلكه، يعني ما ينفعش ناخذ منه ونحطها في سلطة هو ني بهذا الشكل، لازم نقرأ التعليمات. وكذلك في أنواع ممكن يخص في سلايت عادي، لكن النوع المتوفر جدا هنا في ليبيا اللي هو النوع اللي لازم يتعرض للحرارة. الأول خطوة نحن نديرها نبي نتبل الدجاج يلي عندي هنا، هنجيب ملعقة هي قدامي، أنا عندي 2 حبة من بياض البيض، طبعا مش حيبان أبدا أنا عندي بياض بيض هنا في الوصفة، مجرد نبي نحاول ننحي شوية الخضرة حتى تشوفوا معي الشكل اللي هنا حنديره. أول خطوة حنديرها حناخد هنا البياض البيض، حرش عليه رشة بسيطة من الملح بالشكل هو هيك شوية ملح، حنضرب هيك شوية البيض. البيض هنا حيخلي لي الدجاج يتقرمش، يعني لما ناكلوا دجاج مع الرز حنحسوا فيه قرمشة عالية. والحلو في موضوعنا بيض البيض ما فيش زفرة نهائيا، يعني كلها زفرة في الصفار. أنا مجرد ما ضربت البياض البيض عندي بشكل هواء ولا هيك عندي القوام هذا من بياض البيض مع الملح، طبعا برش عليه فلفل أسود
ورشينا الفلفل الأسود على البياض، وعندي أنا هنا بصل بودرة هنحط حوالي ملعقة صغيرة من البصل البودرة، وممكن نزودوا حتى تومة بودرة لو توفرت عندكم، حتى هي ملعقة صغيرة. حطينا البصل بودرة التومة بودرة، حنرجع نقلب. حناخد توا حوالي ملعقة كبيرة من النشا بشكل هو، وممكن نزود شوية بتاع ملعقة وربع النشا. هنا هو حيعطيها القرمشة للدجاج عندي. حنقلب ولا كانت زي العجينة السائلة. حناخد صدر الدجاج نكون غاسلة كويس، حنزل الصدر الدجاج عندنا هنا، والمفروض اني نبي نقلب صدر الدجاج مع هالتتبيلة اللي ضفتها. تمام، قلبناها بهذا الشكل. طيب المفروض انا شو بنديرو؟ نبو نخلوه بعد ما هيك قلبناه حنخليه على جنب باش يتبل. حنجي توا للمرحلة الثانية اللي هي سلق الرز. انا عندي هنا رز وحطوه، خليت الماركة بتاعها متوفر جدا هنا في طرابلس وفي ليبيا. في عدة الوان هنا، دائما نستخدم اللون الاخضر. وطبعا في انواع رز هو ممكن سعره غالي شويه، لكن البسمتي هو لو نقروا عليه في التعليمات نلقوا انه معبى بطريقه الكترونيه، يعني ما فيش داعي ان انا نغسله، لان هم حيكونوا متخلصين من الاتربه والى اخره. والبسمتي بالذات ما فيش نسبه انشاء عاليه، عكس مثلا رز المصري او رز الحبه الطويله، فالبسمتي انشاء بتاعه خفيف، فانا فيش داعي ان انا نغسله خلينا الميه تبدا والى اخره. فمن مجرد ما حناخذ العبوه عندنا هنا حنفتحها بهذا الشكل، وحناخد مية تكون سخونة. ما عنديش عيار هنا للمية، لأن أنا بنطبخ الرز طبخ، يعني ما بيش المية اللي تمص الرز، لا يعني ممكن تحطوا حتى لتر لتر ونص مية خلال أن تغلي. حنحط عليها حوالي كوب من الرز البسمتي، حوالي كوب بالشكل هو، وحنخليهم لين الرز عندنا هنا مش يطيب، لكن ياخذ هيك سلقه بسيطه. ممكن نقلب الرز عندي، ما نغطوش شيء ونخلوه زي ما هو. هذه طبعا الطريقه اللي اعتمدوا بها شرق اسيا او الشرق الاقصى تاع اسيا، عكس الطريقه اللي اعتمدوا بها مثلا الهند والدول الثانيه. طبعا خلينا الرز عندي بهذا الشكل، ممكن نضيفه خل رز عليه لو توفر، ممكن فيش داعي. طبعا هنا عندي زيت جوز الهند، حناخذ منه حوالي، ممكن تجيب ملعقه ثانيه خير، حناخذ منه حوالي ملعقه كبيره من زيت جوز الهند. زيتهم شايفين كيف القوام بتاعها شويه هيك بالشكل هو، حنزله فورا بدا يدوب. حنزل زيت بتاع حوالي ملعقه من زيت جوز الهند. تمام، احنا توني بندوب زيت الجوز الهند عندي. بدك ريحته هيك تطلع، حنجيب توا الدجاج يلي تبلناه، وحناخذ شويه شويه من الدجاج. ممكن اعلي شوي النار، ونبي نحمر الدجاج عندي في زيت جوز الهند. مش نحط كلها مع بعضها، بس نبيش النار بمعنى يعني ان النار تبرد، لا هنحطه بالتدريج ونزيده شوي شوي.
أهم شيء النار اللي نشتغل عليها تكون عالية. منحركوش طول، نبيك ياخذك تحميرة قبل الدجاج عندي. خذيك تحميرة بسيطة، حنرجع نقلبها. طبعا فورا هو دار زي طبقة تكي العجة عليه، اوتوماتيكيا تتنحى الطبقة، هي مع التقليب يعني، او بأحرى نفصل الحبات من على بعضهم. هنستنوك عليه شوية، نبي الدجاج هواي يتحمر، بس بعدها ننزل الكمية الثانية من الدجاج، وزي ما اتفقنا تكون النار عالية. شايفين كيف حبات الدجاج، كل حبة بروحها عندي أنا هنا، أو كل مكعب من الدجاج بروحها. وعلى زي الطبقة الخفيفة، هي الطبقة هي فيها قرمشة قوية جدا من انشا. الميزة جوز الزيت جوز الهند انه ما فيش سعرات هلبة، عكس انواع ثانية من زيوت، وكذلك في فوائد يعني مهمة جدا، سواء كانت للبشرة سواء كانت للشعر، يعني في عدة فوائد ممكن تاخذوها من هذا الزيت. وكويس انه بدأ يعني متوفر هنا عندنا. نبي الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. الدجاج عندي طيب على الآخر، لازم حبات الدجاج هي الطيب على الأخير.
تمام، الجزء الأول طاب. حناخد الحبات الدجاجة هي وحنحطها في صحن. هذه حبات الدجاج، بندير الدفعة الثانية. ممكن بنزود شوية زيت جوز الهند، حوالي نص ملعقة بس مش أكتر. ونفس الفكرة بالضبط، نبي نقلب فيها حبات الدجاج عندي حتى تاخذ لون. بس بعدها بننزلوا عليهم الخضرة. خلينا مجرد هيك بنستنى شوية، حنقعد نقلبه لين الدجاج يتحمر عندي ونشوفه مع بعض كيف حياخد نفس لون الدجاج هو. وبنزلوا عليه الدجاج الثاني، شايفين كيف خذ هيك اللون عندي. طبعا نخديها اللون هو اللطيف، حننزل عليه الدجاج اللي برد بس حطوه يسخن مع بعضه. توا حنزلوا عليهم عود من بصل الاخضر. حنزل عليهم بشكله وبنقلب البصل الأخضر عندي. وعندي الزنجبيل حتوه حنزله. وعندي الفلفل الحار. وعندي الكوسة. زدت توا هي الروايح تطلع عندي. توا حنزل الفلفل الأحمر والأصفر. وحنزل الأخضر. بعد ما نزلنا الفلفل الألوان، حنستمر في تقليب بالشكل هو. حنستمر في التقليب لين الخضرة عندي تبدأ تدبل وينقص شوية من الحجم اللي عندنا هنا. أهم شيء ما نغطوش، أنا بيش الخضرة تنزل مية أبدا، نبيها يعني تكون الخضرة سوتيه، فما نبيش أنا الخضرة تنزل مية نهائيا. مجرد فقط أن نبي الخضرة عندي تبدأ تستوي عندنا هنا.
توا حنزل ملفوف اخضر، حنزل ممكن منك شويه، يعني الوصفه هي معتمده اكثر شيء على انواع الخضره الموجوده عندنا هنا. ميزة الرز هو انه خفيف، يعني قديش ما ناكله منه خفيف على المعدة، يعني تقدر تقول انه من انواع الرز اللي تكون دسمة. حنزل توا شوية ملح عليهم بالشكل هو، احنا ضفنا ملح فقط في التتبيلة. حنزل شوية من الفلفل الاسود، شايفين الرز كيف الله يبقى، يعني كيف الخضرة عندي يعني ما شاء الله هنا. هنشوفوا الرز شو صاير فيه بالضبط، يمكن اخذ كيف هو. حنقلب هيك شوية الرز على وشك انه يستوي، يعني تقريبا مازال هيك شوية ويكون واطي. حنستنى هنا الخضرة تزيد هيك تدبل عندي، هيك دبلت عندي الخضرة هنا. حنزل عليهم صويا صوص، وحنزل عليهم شوية من العسل. طبعا العسل هنا حيكسر من على حموضة الصويا، ومش هتحسوا ابدا ان في عسل نهائيا، يعني انا عاند اي شخص لو كلا الوصفة هي يورق ان فيها عسل ابدا، يعني مش هتحسوا ان في عسل ابدا في الوصفة. فين عندنا زي الصوص انا نازل، اللي بنستنى عليه التوكي يزيد يدبل لي الخضرة. في الأثناء هي يكون الرز طاب. انا توا شو بندير، حناخد الرز، انا المفروض يكون عندي رز طاب هنا، حنطفي عليه. حناخد الرز، شايفين كيف الرز انا هنا عندي، حناخد الرز وحنصفيه، حنخليه زي ما هو قبل، مش حنضيف لأي شيء، يعني حتى المية ما ضفتلهاش ملح، لأن كلها معتمد على النكهات والفليفر الموجود في مكوناتها هي. بعدها حنقدموه، تو حنمشي الفاصل القصير، بنكون أنا صفيت الرز، بس نشوف مع بعض كيف حنقدموا وصفتنا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام، طبعاً عندي أنا هنا الدجاج والخضرة طابت، لأن كون احنا كليبين مش حتمشي معنا سوتيه، ف طيبت على الاخير، يعني الخضره خليتها طيبه على الاخر. تو احنا هنا شو بنديروا، حنجيب الرز، انا يعني الرز شو درت له مشاهدينا الكرام، صفيتها بالشكل هو، وحنحطها على جنب. حنزل حبات الرز، شايفين كيف سبحان الله، يعني يجي حبه حبه من غير اي شيء. اوكي، حطينا الرز عندي هنا، ممكن حنجيب ملعقة، بس ممكن حتى ملعقة صغيرة هي تساعدني أكثر. نبدي نساوي الرز بالشكل هذا.
تمام. سوينا الرز، طبعاً بنجيب الدجاج والمع الخضرة والبروكلي على جنب. هناخد الدجاج والخضرة ونبي نقدمهم جنب الرز بالشكل هو. يعني الكمية ما شاء الله تكفي حتى 8 أشخاص اللي مديرين ريجيم طبعا. وممكن حدا مش جماعة، يعني مش حدا مدير ريجيم، يعني ممكن ياكل. أنا فعلا من الوصفات صحية وطعمها مميز جدا. يعني جبت معي العداد تشوبس هما الكوشيك من الحوش لكن نسيناهم. حطوهم بشكل ما. طبعا اللمسة الأخيرة بندير سمسم على الرز هيك شوية، على الدجاج عفوا هيك شوية. وبعدين بناخذ البروكلي، تحبوا تطبخوه اوكي في الكسكاس مثلا، تحبوا تخلوه ني. انا بالبروكلي بالذات يعني من الناس اللي نقدر ناكله ني عادي، فممكن تخلوه زي ما هو، فقط اغسلوه كويس. وهذه الوصفة الأولى بحلقتنا اليوم، ولت عندي جاهزة يلي هي الرز الكوري اللايت. إن شاء الله عجبكم ونال رضاكم. حامشوا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام باش نرجع لكم ونديروا مع بعض الوصفة الثانية لحلقتنا لليوم اللي هي بارفي الشوفان اللايت. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين الكرام بعد الفاصل باش نديروا مع بعض الحلو متاعنا اليوم اللي هو بارفي الشوفان اللايت. طبعا الوصفه هي مميزه جدا بنكهاتها بمكوناتها، حنتعرفوا بعض على المكونات ونرجع لكم باش نطبق الوصفه مع بعضنا. بالنسبه لمكونات البارفي الشوفان يعني ممكن حنسميهم لكم يعني من غير حتى ما نملوها عليكم، يعني مكوناتها بسيطه جدا وسهله. عندي 200 جرام جبنه كريمي، وعندي 200 جرام زبادي يعني علبتين من الزبادي الطبيعي، وعندي كوب من الشوفان المجروش، وعندي عسل للزينة حوالي ممكن زوز ملعقة أو ثلاثة ملعقة عسل، وعندي زوز موزات، وعندي كشيك صغير من زيت جوز الهند. هذه المكونات فقط، حنحضره مع بعض حلو لطيف جدا وسهل وبسيط. أول خطوة حنديرها حنجيب هنا الطاوة، حنحط فيها زيت جوز الهند اللي تكلمنا عليه اليوم في الحلقة. وانا اخترت لكم طبعا في حلقتنا اليوم وصفات بهذا الزيت حتى نديروها مع بعضنا. هناخذوا هنا شويه من زيت جوز الهند، حوالي كشيك صغير مش اكثر. هناخذ زيت جوز الهند هو عندي هنا، مجرد ما هناخذ هذا الزيت وحنحطه على الطاوه بهذا الشكل. طاوه كسروله كبيره، مهم انكم بتحمروا فيها الشوفان. طبعا في من الناس ممكن تتفادوها اللقطة هي وتحمروا الشوفان من غير زيت، أو ممكن تحطوه زي ما هو في البارفي، لكن هالتحميصة البسيطة اللي حنعطيها للشوفان حتعطي طعم جميل جدا للحلو، وفي نفس الوقت حيكون هيك شهي جدا. أنا تو هنا بعد ما حنقلب الجوز الهند عندنا هنا، ممكن حنستعمل السباتشولا هي. اوكي بنقلبوا هذا الزيت، نوزعوه وحنجيب الشوفان، حنوزع الشوفان على زيت جوز الهند.
اهم شيء ما نديروش بديل للوصفه هي لزيت جوز الهند. لو ما توفرش جوز الهند ممكن فقط تحمصوه من غير زيت الشوفان عندكم، او تحمصوه من غير زيت مع كشيك صغير جوز هند. انا الشوفان انا لو حمصناه بزبده او بزيت عادي مثلا زيت عباد شمس او ذره مش حيعطي ابدا طعم محبوب للوصفه. فطبعا تجربه نتكلم، ممكن انتم فقط حمصوه يا اما ساده او ممكن تديروا له الملعقه صغيره من زيت جوز الهند. هنقلب الشوفان على نار هاديه، اهم شيء تكون نار هاديه. طبعا بتطلع ريحه لطيفه جدا. وهنا تو الشوفان شو بيصير لزيت جوز الهند؟ ما يمتصش عاده، على سو محبوب حتى في الدايت، لان الاطعمه لما تنطبخ بهذا النوع من الزيت عكس نوعيه الزيوت الثانيه. زيت جوز الهند ميزته انه ما يمتصش الاطعمه، يقعد موجود، يعني الاطعمه تتحمر من غير ما تمتص الزيت. ثاني شيء يتحمل الحراره. ثالث شيء يعطي طعم خفيف جدا لنكهه بسيطه من جوز الهند في الحلويات. لو كانت حار فيها، لو ضفنا اي نوع من التوابل حتختفي النكهه نهائيا. حتى لو مثلا هنا ضفت مثلا شويه فانيليا حتختفي نكهه زيت جوز الهند، حتقعد فقط نكهه الفانيليا. فانا في وصفه الرز الكوري ضفت مجموعه من التوابل اختفت نهائيا نكهه جوز الهند. لو خليناه زي ما هو حتقعد نكهه واضحه. والحاجه الثانيه انه يقعد يتقرمش، يعني انا الشوفان هنا لما حمصته بالزيت جوز الهند ولا زي الكورفليكس في القرمش هذيك اللطيف عرفتوه، يعني يقعد يتقرمش لفتره طويله، ممكن حدا يقعد يوم او يومين يتقرمش عادي، لان كاني حمصته في الفرن. هذه هي ميزه زيت جوز الهند. وهذا علاش انا قليت بيه الدجاج، بس يقعد الدجاج يتقرمش وفي نفس الوقت هيك ياخذ طعم لطيف واقل سعرات. احنا قاعدين نقلبه في الشوفان، اهم شيء الشوفان ما بيش ينحرق، فحنقعد نقلب فيه باستمرار. يعني بدك حسنا الشوفان الحبه متاعك كبرت. حنستمرك في التقليب عندي هنا. شايفين كيف لك اني مش مضايف زيت، يعني سبحان الله ايش يعني كيف طوى يعني بحد ذاتها، يعني تحميصك فولت. اهم شيء حتى الطاوله اللي تحمر فيها الشوفان تكون نظيفه، ما فيهاش قبل قليل فيها اسماك او قليل فيها مثلا دجاج او اي شيء. انا بصراحه دائما هيك ديما عندي الطاوله، ديما عندي طاوه او كسروله صغيره تكون فقط للحلويات، كانت تحميص مكسرات، كانت تحميص مثلا شوفان، كان مثلا بنحمصوا فيها مثلا زبيب. دائما تكون عندي الطاوله مصر انا على الطاوله، دائما تكون عندي طاوه تكون خاصه بهالنوع من الحلويات، بس ما تاخذليش اطعمه. يعني حتى ممكن طاوه نقلوا فيها دحي يعني ممكن تقعد حتى لو غسلناها كويس. فالحلويات الحساسه زي هي ديما خلوها كطاوه خاصه بها. بدأ الشوفان فعلا ياخذ لون لطيف. شايفين كيف هيك بدأ، يعني سبحان الله الشوفان كيف هيك يتقرمش. مش عارف اذا الصوت باين عندكم هنا او لا. والشوفان ميزته انه طعمه محايد، يمشي في الحلويات ويمشي في الاكل الساخن او الاطعمه او الشربات. تو هنا بعد ما قلبنا هالشوفان خلاص حسيت انه وصل للملمس المطلوب او القرمشة المطلوبة، حنطفي عليه وحنخليه في طاوته لين هيك يبرد هيك شوية، بس بعدها نعرف كيف نتعامل معه كويس. هنا حنمشي لفاصل ونرجعوا لكم بين يكون عندي الشوفان برد، بس حنحضره مع بعض كيف حنشوفوا البارفيه الشوفان. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين باش نكملوا مع بعض وصفتنا اللي هي البارفيه الشوفان. اول خطوه انا حنديرها
هنبدا بخلط الكريمه بتاع البارفيه. اول شيء نحتاج ان هنجيب 200 جرام من جبن الكريمي اللايت، هنحط عليهم علبتين من الزبادي الساده، ويكون طبعا قليل الدسم، ونبي نقلب الجبنه الكريمي مع الزبادي. لين تبدا زي كريمه هي عندي الشكل هو. لو بتحبوا مثلا تنكوها، انا اوريدي يعني عندي الزيت الجوز الهند، فعندي نوع تاني من الزيت الجوز الهند متوفر في مستلزمات الحلويات او المستلزمات الأطعمة العضوية بتاع الأعشاب، حتلقوا عندها الزيت جوز الهند للطبخ. بغض النظر على الطبخ اللي عندي، هنا عندي زيت تاني وحنوريه لكم بهذا الشكل يجي، لأن زي ما اتفقنا أن الزيت هو لازم يطيب، لازم ينحط على النار باش يطيب، لأن مكتوب هنا عندنا ملاحظة. الزيت هذا لو تلقوا عنده ممكن يستعمل في الحلويات وفي السلطات، فهذا ممكن يتاكل ني عادي جدا. هناخذ منها الزيت هو، وحنحط مقدار بسيط جدا، يعني قطرات او نقطات من الزيت، حنحط هيك قطرات يدوبك. تمام، هالنقطات هي اللي ضفتها كفيلة انها حتعطيني طعم، لان طعمتها شوية قوية. او ممكن ديروا روح جوز الهند او فانيليا، ولكن خير مشكلة لو ضفنا فانيليا حتمحيل الطعم الجوز الهند اللي هنا. لكن ممكن تضيفوا اما فانيليا او روح جوز الهند او روح لوز، انتم شو تحبوا تضيفوا. بعد ما قلبنا ولا عندي هذا القوام، هنخليه على جنب. هنجيب توا بورد زي هو قدامي، عندي زوز موزات، هنقشر الموزات عندي هنا. أو ممكن حتى موزة واحدة كفيلة للشخصين. هنقطع الموز إلى دوائر، هذا الشكل. بعد ما قطعنا الموز عندي، هنجيب إضافات زبيب أسود ولوز خزعيني. هناخذ الزبيب الأسود هنقسمهم على النصين، بلوش نكتروا هلبة زبيب، ممكن هالكمية هي سادة. وحنقطعهم بهذا الشكل، يعني لكل واحدة تجي على نصين، وحناخدهم حنحطهم على الشوفان. عندي شوية من لوز الخزايني حناخده منه للشوفان، والباقي حنحطه للزينة. مجرد هيك نهرشه بإيدي، هنخليهم على جنب. وعندي الجرانولا هنا، توا كيف حنحضروا البارفيه الشوفان هنشوفه مع بعضنا. حناخذ كشيك، وحنجيب زوز طواسي او صحون للتقديم، وحناخذ من الشوفان هنحطه في الارضيه من اللوطة. هنجيب كشيك تاني،
حنزل شوية من الكريمة اللي عندي أنا هنا، زيناها بالجبنة اللايت والزبادي. حنوزع الكريمة هناخد موزات وحنستف الموزات على الكريمة بهذا الشكل. هذه طاسة في الصبح المدارين ريجيم، يعني تعطيكم طاقة لبقية اليوم، أو ممكن تروح حتى طاسة في العشاء تتعشوا بها. انك حاجه كهلتي صحيه. تمام، هنا حنرجع حناخذ من الشوفان وحنزل توا طبقة الكريمة. اوكي، هناخد شوية لوز خزاين عندي. شوية كيموزات وآخر شيء حنضيفه اللي هو العسل. هناخد شوية عسل ونحط عليهم هذا الشكل. وهيك عندي الحلو أصبح جاهز، اللي هو بارفي الشوفان. وهيك أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها زي أنا ما استمتعت معاكم. نحب نذكركم مشاهدينا الكرام بأول وصفة حضرتها لكم لحلقتنا اليوم، كانت عندي الرز الكوري اللايت. طبعا رز جميل جدا، سهل وطعمه رائع. طبعا حتى اللي مش مدايرين لايت حيعجبهم جدا، طعمه هيك جميل وممتع. اما الوصفه الثانيه اللي حضرتها لكم حلقتنا لليوم كانت عندي بارفيه الشوفان الصحي، تمشي تحلايا تمشي كوجبه افطار. وطبعا وصفاتنا لليوم كلها كانت باستخدام زيت جوز الهند اللي شرحت لكم عليه في بدايه الحلقه. ممكن تتابعوا الحلقة عبر الفيسبوك، حتنزل إن شاء الله بإذن الله خلال بث الحلقة عبر قناة تناصح. حيكون أيضا عندنا في بث مباشر عبر صفحة القناة عبر الفيسبوك برنامج سفرتنا، وحتنزل أيضا الصفحة عبر اليوتيوب. وطبعا مواعيد البرنامج لازم نذكركم بها كل سبت كل ثلاث ساعات سادسة مساء، الإعادة كل أحد وكل أربع ساعة 11 الصبح.
ويا ريت او اي رساله اي تعليقاتكم طبعا نقرا فيها، واي وصفه حابين تستفسروا عليها يا ريت تبعتوها لي عبر الخاص. نشوفوكم على خيرة الله في حلقات جديدة مميزة من برنامج سفرتنا معكم الشيف إيهاب بن رجب. نتلاقوا على خيرة الله إن شاء الله. تحياتي للجميع.